بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة التعليم المفتوح، إن شاء الله هنبدأ مع بعض في مادة اقتصاديات النقود والبنوك. ركزوا معايا كويس عشان نعرف ايه اللي احنا محتاجينه بالظبط من المادة دي. هبدأ معاك الأول طبعا بالجزء الخاص بالنقود في المحاضرة الأولى بتاعتنا. تعالى كده نشوف ايه اللي مطلوب مننا في النقود. أول حاجة هنتعرض ليها هي صفات النقود. ايه اهم الصفات اللي لازم تكون متوفرة في وحدة النقود؟ الصفة الاولى صفة القبول العام، الصفة التانية صفة الثبات النسبي، الصفة التالتة صفة الندرة النسبية، الصفة الرابعة صفة القابلية للتجزئة. الاربع صفات دول هم اهم اربع صفات لازم يكونوا متوفرين في اي وحدة نقود، في اي حاجة ممكن نطلق عليها نقود. طب تعالى نفهم يعني ايه قبول عام، يعني ايه ثبات نسبي، يعني ايه ندرة نسبية، يعني ايه قابلية للتجزئة. تعالى نبدأ مع بعض كده بصفة القبول العام. يعني ايه قبول عام؟ قبول عام معناه ان اي وحدة نقدية لكي تأخذ الصفة دي لازم يتم اصدارها من البنك المركزي، لازم البنك المركزي نفسه هو الذي يقوم باصدار هذه الوحدة النقدية. وعندما تحصل الوحدة النقدية على صفة القبول العام طالما البنك المركزي هو اللي أصدرها، فده معناه إنها أصبحت ملزمة من الناحية القانونية، ملزمة من الناحية القانونية. يعني إيه ملزمة من الناحية القانونية؟ يعني أصبح كل أفراد المجتمع ملزمين بأنهم يتعاملوا بالوحدة دي، مفيش حد يقدر يرفض التعامل بيها، لازم الجميع يتعامل بها الوحدة النقدية. طب تعالى ننقل ايه الصفة التانية، صفة الثبات النسبي. وصفة الثبات النسبي بتعني ان النقود لابد ان تتمتع بالثبات النسبي في قيمتها الحقيقية. يعني ايه قيمة حقيقية؟ يعني قوتها الشرائية، يعني كمية السلع اللي ممكن اشتريها بالوحدة النقدية دي. وهذا الثبات لكي يتحقق معناه ان لازم اسعار كمان تتمتع بالاستقرار، لان انا ما اقولك القيمة الحقيقية هي كمية السلع اللي اقدر اشتريها بوحدة النقود دي، يبقى معناها ان قيمة النقود الحقيقية مرتبطة بالاسعار. عشان القيمة تبقى ثابتة يبقى الاسعار هي الاخرى لابد ان تكون ثابتة. وعشان احقق صفة الثبات، خد بالك معايا بقى، فلابد من عدم الارتفاع الشديد المتواصل. مشكلتي ان الاسعار تفضل تزيد تزيد تزيد، ممكن تزيد وتقف مفيش مشكلة، لكن تفضل تزيد بشكل متواصل ما ينفعش. ايه اللي هيحصل في الحالة دي؟ هتفقد النقود صفة الثبات. ولو فقدت النقود صفة الثبات، ده معناه ان قيمتها الحقيقية بتقل، وكل ما قيمتها الحقيقية بتقل كل ما الأفراد أصبح ما عندهمش ثقة إنهم يتعاملوا بيها. يبقى ده بيؤدي في النهاية إلى عدم ثقة الأفراد فيها وعدم رغبتهم بالتعامل بيها. فيجي في الآخر البنك المركزي بعد فترة محدش يقدر يحددها غير البنك المركزي لوحده، ممكن يقرر البنك المركزي في النهاية إلغاء هذه الوحدة النقدية. يعني إيه إلغائها؟ يعني أصبحت مش نقود. يبقى احنا متفقين هنا ان اي وحدة نقود لازم تتمتع بالثبات النسبي. ايضا اي وحدة نقود لازم تتمتع بصفة تالتة اللي هي صفة الندرة النسبية. يعني ايه ندرة؟ يعني لابد ان تتوافر في وحدة النقود هذه الصفة. ليه؟ لكي يحترمها الافراد ويعملوا على الحفاظ عليها. علشان كده بنجد ان النقود الورقية لو انا بتكلم عليها، اللي هي النقود اللي احنا بنتعامل بيها النهاردة، اللي هي العشر جنيه والعشرين جنيه والخمسين جنيه، النقود دي يا جماعة في حد ذاتها كده، الورق ده في حد ذاته لا يتمتع بصفة الندرة. زمان لما كنا بنستخدم نقود ذهبية او فضية اقول لك اه الذهب يتمتع بالندرة، الفضة بتتمتع بالندرة، لكن النقود الورقية لا، صعب. النقود الورقية في حد ذاتها لا تتمتع بالندرة، امال ازاي نقود بقى؟ اذا كنت بقول لك ان النقود لازم تتمتع بصفة الندرة النسبية، طب كمل معايا كده. عشان نقدر نخلي النقد الورقي يتمتع بهذه الصفة عملنا ايه؟ تم اضافة صفة الندرة على النقود الورقية عن طريق ايه بقى؟ تغطيتها بما يعادل قيمتها ذهب او عملات اجنبية نادرة زي الدولار الامريكي. يعني ايه
تغطيتها بما يعادل قيمتها، يعني ما اقدرش اصدر اي وحده نقديه الا اذا كان عندي ما يعادلها او ما يعادل قيمتها ذهب او عملات اجنبيه نادره زي الدولار الامريكي. يبقى انا عملت عمليه ايه هنا؟ عملت عمليه تأييد. انت عندك ورق كتير وتقدر تطبع زي ما انت عايز، لكن انا هنا ايدتك. ليه؟ عشان اضفي صفه الندره او اضيف صفه الندره على النقود الورقيه. الصفه الاخيره، اي وحده نقد لابد ان تتمتع بالقابليه للتجزئه. يعني ايه قابليه للتجزئه؟ يعني ان اي وحده نقديه لابد ان تكون قابله لتقسيمها او تجزئتها الى وحدات نقديه اصغر منها. ليه بقى؟ ايه الفايده هنا؟ عشان اقدر استخدمها في تسويه المعاملات الصغيره والبسيطه. وفي الحاله دي العملات الصغيره اللي هي اتجزأت من الوحدة النقدية بتاعتي بسميها بالعملات المساعدة. زي ايه في المجتمع المصري اللي احنا عايشينه؟ زي الخمسين قرش والربع جنيه وحتى العشر قروش والخمس قروش، رغم انهم مش موجودين دلوقتي بكثرة. يبقى نرجع تاني، ايه هي اهم الصفات اللي لازم تكون متوافرة في النقود؟ صفة القبول العام، صفة الثبات النسبي، صفة الندرة النسبية، الصفة الاخيرة صفة القابلية للتجزئة. خد بالك بقى، بعد ما النقود تتوفر فيها الاربع صفات دول لازم تقوم بوظائف معينه. كده نشوف ايه هي وظائف النقود. الوظيفه الاولى ان النقود وسيط للتبادل، او بنسميها بشكل اخر ان النقود اداه لوسائل الدفع. وهنعرف هذا التحول في المفهوم حصل ليه. الحاجه الوظيفه الثانيه ان النقود وحده للحساب. الوظيفة الثالثة أن النقود مستودع للقيمة أو مخزن للثروة، هي نفس المعنى. الوظيفة الرابعة أن النقود وسيلة مثلى للمدفوعات الآجلة. تعال نمسك كل وظيفة ونفهم يعني الكلام ده. أن النقود وسيط للتبادل، ده معناه إيه؟ معناه أنه في أعقاب انتهاء العمل بنظام المقايضة. طبعا قبل ظهور النقود يا جماعة كان في عندي حاجة اسمها نظام المقايضة. يعني إيه مقايضة؟ يعني أبادل سلعة مقابل سلعة أخرى. أنا بزرع قمح، أدي لحضرتك القمح اللي معايا عشان أخد منك مثلا بيض، عشان أخد منك سلعة تانية غير القمح. ومع ظهور النقود أصبحت النقود تقوم بدور الوسيط بين هاتين السلعتين. قبل النقود ما تظهر كنت بديك سلعة واخد سلعة تانية بشكل مباشر. بعد النقود ما ظهرت اصبحت النقود بتتوسط بين السلعتين دول، وسيط بينهم، بمعنى ان انا اخد القمح بتاعي واروح ابيعه لازم اخد ما يقابله وحدة نقدية، لازم اخد ما يقابله نقود حتى لو انا مش عايزها. وبعدين باخد النقود دي وانزل اشتري السلعة التانية اللي انا محتاجها. يبقى النقود هنا ظهرت في النص، اصبحت عملية التبادل بين السلع ما بتتمش بشكل مباشر، اصبحت بتتم عن طريق وسيط اسمه النقود. عشان كده كنا بنسميه ايه؟ بنسميها ان النقود وسيط للتبادل. طب خد بالك معايا في الحتة اللي جاية دي بقى، الا انه مع توسع الدول في تقديم الخدمات، بدأت الدول تقدم خدمات، فبدأت تقدم لك مواصلات مثلا، بدأت تقدم لك كهرباء، بدأت تقدم لك مية. بص بقى، ومع فرض الضرائب، والدول كمان بدأت تفرض ضرائب. بص ايه اللي حصل، اصبحت النهاردة ممكن ادفع فلوس ما اخدش قدامها سلعة. فين بقى كلمة وسيط للتبادل دي؟ ما بقتش في سلعتين بيتبادلوا والنقود وقع في النص، ده انا بقيت ابيع السلعة اللي معايا واخد النقود بدل ما اروح اشتري سلعة تانية. لا، ده انا بدفعها مقابل ضريبة الدولة فرضها عليا، بروح ادفعها مقابل خدمة بحصل عليها. اذا مع توسع الدول في تقديم الخدمات وفرض الضرائب، بص اللي حصل، اصبح مصطلح وسيط للتبادل ده غير معبر عن وظيفة النقود. علشان كده كان لابد من البحث عن مصطلح اخر أعم وأشمل، وهو أن النقود أداة لوسائل الدفع. يعني إيه أداة لوسائل الدفع؟ تستخدم كأداة أدفع بها أي حاجة، سواء كنت هدفع مقابل نحصل على سلعة أخرى، أو أن أنا هدفع مقابل نحصل على خدمة، أو أن أنا هدفع مقابل أن أنا بدفع الضرائب اللي عليا وخلاص. الوظيفة الثانية أن النقود وحدة للحساب، كما أن النقود تقوم بدور هام جدا يتمثل في قدرتها على قياس قيمة أي سلعة. يبقى من خلال استخدامي للنقود أقدر أقيس قيمة أي سلعة في الدنيا. عن طريق إيه؟ تحديد عدد الوحدات النقدية المقابلة ليها. أي حاجة، قيس الكلام ده على أي حاجة. اسأل نفسك، شوف اللبس اللي أنت لابسه بكام، القيمة اللي أنت هتحطها باستخدامك للنقود، خلاص حضرتك حددت إيه؟ قيمة السلعة دي.
كما يمكن استخدام النقود في المقارنة بين السلع بعضها وبعض. أقارن بين عربية وعربية، أقارن بين شقة وشقة، أقارن بين نظارة والتانية، أسعار مختلفة، وحدات نقدية مختلفة هي اللي بتقول لي، هي اللي بتعبر لي إن السلعة دي مختلفة عن السلعة دي، بالرغم إن يبدو من الخارج إن هما الاتنين زي بعض بالظبط، عربيتين زي بعض، بس واحدة ب 300 ألف والتانية بمليون ونص، الاتنين من بره شكلهم عادي، بس القيم مختلفة، دي ليها قيمة ودي ليها قيمة تانية. على طول اختلاف القيم هو اللي يخليني أعرف إن العربيات من جوه أو الأوبشنز الموجودة فيها هي الأخرى مختلفة. مش بس كده، ده النقود كمان ادتني فرصة ان انا اجمع قيم سلع مختلفة في الشكل والحجم. هات اي سلع مختلفة مع بعضها، انزل اعمل شوبينج انزل اعمل شوبينج، هات لبس، هات كتب، اتغدى برا، اعمل شوبينج يوم كامل، وتعالى في نهاية اليوم كده اقولك ها صرفت كام، هتجمع لي كل الحاجات اللي انت عملتها، بالرغم من ان الحاجات اللي عملتها ملهاش علاقة ببعض، في قيمة واحدة، في قيمة واحدة، في رقم واحد. ده محدش يقدر يعمل الكلام ده غير النقود. يبقى النقود وحدة للحساب. ايضا النقود مستودع للقيمة او مخزن للثروة. ده معناه ان النقود هي احد اشكال الثروة. ليه؟ حيث انها تحتفظ بقيمة ثابتة نسبية. خدوا بالكوا بقى، عشان انا لما هقول الكلمه دي هلاقي ناس طالعين يقولوا لي بس قيمه النقود مش ثابته. في هنا شرط لازم تاخد بالك منه، كمل معايا كده. وهذا يتحقق في حاله ثبات الاسعار او انخفاضها. يبقى في شرط هنا مهم جدا، ان علشان النقود تقوم بهذه الوظيفه اللي هي ايه، وظيفه ايه؟ وظيفه مستودع للقيمه، لازم تكون الاسعار مالها، لازم تكون الاسعار ثابته او بتنخفض. لكن لو الأسعار بتزيد ما تقدرش النقود تقوم بهذه الوظيفة. يبقى في شرط هنا مهم جدا، تعال بقى نكمل اهو. لذا نستطيع أن نقول أن النقود تقوم بدورها كمستودع للقيمة بكفاءة في هاتين الحالتين فقط، اللي هما ايه هاتين الحالتين؟ في حالة ثبات الأسعار وفي حالة انخفاضها. طيب ده معناه إن لو الأسعار بترتفع اقدر احتفظ بثروتي ازاي؟ بحتفظ بيها في اي شكل اخر بخلاف النقود. ده معناه ان في اشكال اخرى للثروه. نعم، ممكن احتفظ بثروتي في شكل ذهب، ممكن احتفظ بثروتي في شكل عقارات. طب ايه يعني، ايه اللي خلاني بقى احط النقود مستودع للقيمه ضمن الوظائف الاساسيه للنقود؟ علشان النقطه اللي هنقولها دلوقتي دي، وبالرغم من اننا نجد اشكال اخرى للثروه زي ما قلت لك، الذهب والعقارات والاسهم والسندات تنافس النقود، إلا أن النقود تتميز عن باقي هذه الأشكال بإيه؟ تتميز عن باقي الأشكال دي بأنها كاملة السيولة وقت ما احتاجها لاقيها. محتاجة فلوس كويس، محتاجة فلوس دلوقتي حالا، وأنا محتفظ بثروتي في شكل عقارات مش هعرف أحصل عليها دلوقتي حالا. لكن لو أنا محتفظ بثروتي في شكلها النقدي السائل، هي جاهزة عندي استخدمها على طول. يبقى أول ميزة بتميز النقود عن باقي أشكال الثروة أنها كاملة السيولة. تاني حاجة أنها لا تحتاج إلى مصاريف تخزين وحراسة. الوظيفة الأخيرة من وظائف النقود، أن النقود هي وسيلة مثلى للمدفوعات الآجلة. طبعا معنى الدفع الآجل معناه إيه حضرتك؟ معناه إن أنا بشتري بضاعة النهاردة وأدفع ثمنها في وقت لاحق أو في وقت آجل. ده معناه أن النقود تستخدم في عمليات الدفع الآجل بمنتهى السهولة والبساطة، وهو ما لم يكن متوفرا قبل ظهور النقود أيام ما كنا بنستخدم نظام المقايضة. كانت العملية صعبة جدا أن أنا أستخدم فيها الدفع الآجل، لأن كنت بتعامل بسلعة قابلة أنها تتلف وقابلة أنها تفسد ومعرضة لعدة مخاطر. لكن النهاردة النقود بتتيح لي هذه الفرصة. اللي يهمني في النقطة دي اللي ما ترتب على ان النقود وسيله مثلى للمدفوعات. بص معايا، تعالى نكمل كده. وهذا يعني ما يلي، انه بظهور النقود ظهرت المشروعات العملاقه. اشمعنى العملاقه؟ اصل المشروعات العملاقه تحتاج لاموال طائله تفوق القدره الماليه الذاتيه لشخص واحد او حتى لدوله في بعض الاحيان. عشان كده لما احب اعمل هذا المشروع بضطر اقترض، اخد فلوس، استلف من ده واستلف من ده، وهستلف منه فلوس النهارده وهرجع حاله في وقت لاحق. عشان كده المشروعات العملاقه دي ما ظهرتش غير لما النقود ظهرت. حاجه كمان،
لما ظهرت النقود ده شجع حكومات الدول انها تتوسع في الانفاق العام. الله، ايه العلاقة؟ العلاقة ان الدول النهاردة لما بتتوسع في الانفاق العام وتقدم خدمات وتعمل مشروعات صرف وتعمل محطات مية وتعمل محطات كهرباء، كل ده محتاج فلوس، والفلوس دي مش موجودة عند الدولة، فبتضطر تعمل ايه الدولة؟ خد بالك معايا، هنا بيحصل طبعا عجز في الموازنة، فتضطر الدولة انها تمول العجز ده عن طريق انها تقترض من خلال السندات الحكومية اللي تسمعوا عنها، من خلال السندات الحكومية. السند الحكومي دي أكن الدولة بتستلف منك فلوس النهاردة وتسددها لك بقى عند تاريخ استحقاق هذا السند، زي بالظبط ما عملنا لما جينا نعمل قناة السويس الجديدة. يبقى ادي الأربع وظائف بتاع النقود. وظيفة النقود الأولى أنها وسيط للتبادل أو أداة لوسائل الدفع، أن النقود وحدة للحساب، أن النقود معيار للمدفوعات الآجلة أو وسيلة مثلى للدفع الآجل، وأن النقود مستودع للثروة. بكده نكون انتهينا من المحاضرة الأولى، وإن شاء الله نستكمل المحاضرة اللي جاية. سلام عليكم.